السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين يا رب يا جماعة تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. بصوا بصوا السمان بتاعي بقى قد ايه. بصوا بصوا السمانة استنى هقفل اللمبة عشان ما تزغللش وبعدين اشغلها دي عشان تشوفوهم بقى على ابوهم. بصوا بصوا السمان، ايه رايكم؟ ايه رايكم في السمان بتاعي؟ دي السمان دي اللي بحبها قوي. بصوا السمانه بقت عامله قد ايه؟ شفتي شفتي السمانه؟ ما كملتش 20 يوم بصوا السمانه هتطير من بقها. يا جماعه الحقوا هاتوا يلا سمان وربي وكلي قبل رمضان. السمان بيكبر في 28 يوم واحنا عشان بنعمل لهم وصفات وخلطات مختلفه بنكبرهم بسرعه، بنعمل لهم وصفات في الميه، غيروا غيروا ونحط حاجات مختلفه مش لازم علب. بس قبل بقى ما اقول لكم اللي ما اشتركش في قناتي يشترك وتشجعوني ان شاء الله رب العالمين. يلا هقول لكم عامله لهم النهارده وصفه حكايه، وصفه جباره هتخليهم يطيروا ترتر. على فكره بيقعدوا يطيروا في البلكونه عندي. بصوا بقى هنا انا كنت عامله الوصفه دي كمان للبط الصغير عندي وتعمليها للكتاكين. ايه هي يا بنتي يا بطه الوصفه دي؟ ده شعير على حبه قمح صغيرين على حبه علف، يعني شعره علف اللي هو ريحه العلف. قمح على شعير على حبه علف صغيرين، يعني حبه لا يتعدى. يعني انتوا شايفين بصوا عاملين ازاي العلف الشعير والقمح هو اللي اكتر. لكن الوصفه بقى هنا الهايله اللي انا عملتها ايه؟ اللي انا حطيت شويه بواقي زيت الاكل في الاكله دي. زيت الاكل، بصوا زيت الاكل حتى تحس ان الحاجه ايه مزيته اهي. انا ما برميش بقيه الزيوت، اوعي ترميها. قالتي سمك، قالتي اي حاجه وخاصه لو سمك، الحاجه الزفره بتشجع الطيور على الاكل. خلطت الخلطه دي كلها على بعض وحطيت عليها حبه خميره. يبقى انا حطيت زيوت والزيوت كمان ايه، يعني بواقي سمك على بواقي بانيه على قلي بطاطس، كل الفيتامينات الموجوده في اللي انت بتقليه بتنزل كمان في الزيوت، والزيوت اصلا كمان مفيده. خلطت كله على بعض وحطيتهم على العلف وعلى الشعير وعلى القمح وخلطتهم مع بعض وحطيت حبه معلقه خميره عليهم ومعلقه جنزبيل وقلبت كله على بعض ورحت طحنته هنا في الكبه دي. بصوا اهي بصوا والله طحنته بالطريقه دي. هتقولي لي الوصفه دي لازم السمان لازم ياكل الحاجه ناعمه كده. هتقولي لي يا بنتي يا بطه الوصفه دي حلوه للسمان؟ اقول لك الوصفه دي جباره ولسه هكمل طحن. بصي بقى هياكلوها ازاي. بصي بسم الله الله اكبر. بصي الوصفه دي وصفه عيله قوي. بواقي الاكل اللي عندك سواء بقى عارفه لو عندك حبه رز ده فضوا من العيال كده لميهم وحطيهم على حبة شعير وعلى حبة قمح وضربهم في الكبة وقومي حطاهم. بص طارت طارت وقومي حطاهم للطيور بتاعتك اتفرجي عليه. ليه بقى؟ اوعي تحطي صحيح. السلمان ما بياكلش حاجة صحيحة، السلمان بياكل حاجة مطحونة ناعمة ناعمة. انتلهم شوية كمان عشان ما يضغطوش كلهم في حتة واحدة اهو. عايزه اقول لك بقى يلا هاتي هاتي بسرعه وربي سمان وربي طيور دلوقتي. الحاجات رخيصه جدا عن الاول، محدش بيشتري، زائد ان اللحمه غاليه والحاجه غاليه. حب السمان زي دول لما تربيهم في بلكونتك هي والله اعرف ناس حاطاه في المطبخ، لان هو مش ريحته وحشه ولا بيعمل ريحه ولا بيبهدل المكان ولا حاجه. السمان الخفيف يعني من الحاجة النظيفة، يعني تشوف كرتونة زي دي بلكونتك ايه اللي هيخس عليكي؟ استعجلي بسرعة. الوصفة اللي انا بقولك عليها دي وصفة هايلة. وبعدين قللي من العلف، انا ما بحطش علف. انا النهاردة حطيت شعرة علف
عارفين اللي هي ايه، علشان انا ممنعوش خالص، يعني انا في ايام ما احطش فيها وفي ايام احط لهم شعره كده، بحيث هم ما ينقروش في جناحات بعض. زائد ان انت كمان حطي شعره ملح لما تكوني منعتي العلف. ليه؟ لان الملح بيعمل تعويض الملوحه اللي هي بتبقى في العلف، فيخلي الطيور ما تاكلش بعديها. تمام، خلي بالكو ان الوصفه دي حلوه جدا. عندك بواقي زيت، بواقي اي حاجه قالتي فيها مش عايزاها خلاص، جمعيها كلها وحطيها على حبه قمح وحبه شعير ومعلقه جنزبيل، واضربيهم في الكبه وحطيهم للطيور بتاعنا. عندك بواقي رز، بواقي اي حاجه اهرسيها جامد قوي لو كانت مسلوقه، يعني لو الرز مفلفل كده اطحنيه مع الكب، مفيش مشكله مع الشعير والقمح. لكن لو الحاجه معجنه قوي لا، اهرسيها قوي قوي ودعكيها مع الحاجه هم هياكلوها. عايزه اقول لك تابعي وصفاتي، ما تشتريش يا جماعه حاجه من بره، تعالوا نعمل اكتفاء ذاتي ونربي في بيوتنا. انا عملت لك وصفه هايله جدا، الوصفه دي هتخلي اليوم بثلاث ايام. واسالي وجربي، لا ما تساليش، جربي وقولي لي ان فعلا الوصفه دي هتخلي اليوم بثلاث ايام ولا لا. دي وصفه سحريه، وصفه جباره بجد. زائد بقى ان الميه، اوعي تنسي الميه وتحطي فيها الليمون، عشان الليمون وقائي. وما تشتريش ادويه، والله الحمد لله الحمد لله انا ما بشتريش ادويه، وعامله اكتفاء ذاتي من مطبخي، بحط كل الادويه من المطبخ، معلقه جنزبيل على معلقه كركم على قرفه على قرنفل على نعناع، الحاجات دي كلها على شيح، الحاجات دي كلها حاجات مفيدة للطيور بتاعتنا. اتمنى ان انتوا تتابعوا قناتي وتشجعوني بقى، وعايزاكم بصوا لايكات كتير، لايكات كتير، لايكات كتير، عندنا وصفات كتيرة هتعجبكم. بصوا العسل ده، بصوا دي السمان ما كملش 20 يوم. هتقولي لي انت بتضحكي علينا، هقول لك راجعي فيديوهاتي واحسبيها باليوم وشوفي السمان جاي يوم ايه. اتمنى بقى ان انتوا تتابعوا فيديوهاتي وتشجعوني واعملوا الوصفات دي، وصفه جباره. الوصفه دي مش للسمان بس، انا حطها للبط والصغنون اللي هو بقاله 3 ايام، حطها للكتاكيت. تحطيها لاي حاجه عندك، بواقي الزيت يا جماعه حطيها لاي حاجه، دعكيها في الاكل. بواقي الزيت بالزيت، ما عندكيش شعير ما عندكيش قمح، هتحطي عيش حطيها على العيش، حطيها على العيش، حطيها على طبيخ، حطيها على اي حاجه بايته عندك، او حاجه هتحطيها للطيور حطيها عليه. شوفي بقى الحاجات دي هتخلي اليوم فعلا بثلاث ايام. اتمنى بقى ان انتوا تشجعوني وتشتركوا في قناتي ولايكات كتير كتير كتير، واسيبكم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.